مرحبا. نسرين أبو شلاح من مخيم شتيلة. وضع الأولاد هون بالمخيم كتير صعب بالنسبة للدراسة، بالنسبة لكل شيء، للحياة اليومية اللي بيعيشوها، للصعوبات بالتعليم، صعوبات بالحياة المعيشية، صعوبات بالطبابة، بالاستشفاء، بكل شيء. فأول صعوبة بتواجههم بالتعليم إنه المدرسة، إنه صعوبة المعيشة بالنسبة للأولاد. يعني من ناحية التعليم، المدرسة، مدرسة واحدة لمخيم كبير، يعني بكل صف بتلاقي 45 تلميذ، 50 تلميذ، وكلهم شفت واحد هلأ صاروا، كانوا شفتين اضطروا، ما بعرف اجت التعليمات انه يشيلوا شفتين يعملوا شفت واحد، يعني بدل ما يكون بالصف 20 او 15 تلميذ عم بيكون بالصف 40 و50 تلميذ، ومعلمة واحدة ل 50 تلميذ كيف بدها تقدر تعطي، وكيف بدها تقدر التلميذ يتجاوب معاها او يتوصل له المعلومة. فهاي من ناحية دراسية. يعني كمان كأساتذة، يعني ما في اهتمام، بتلاقي الولد يعني ما في علامات جيدة، ما في دراسة، ما في المعلمة عندها بروجرام بدها تخلصه، بدها تمشي عليه وتخلصه. بالنهاية الطفل أو التلميذ تجاوب، تعلم أو ما تعلم، ما همها، همها أنه آخر شيء معاشها بدها تقبضه. كمان التلميذ بيخلص من المدرسة بيجي على البيت، كضيق الرقعة السكانية وكثافة السكان اللي في المخيم وكلها بنايات على بعضها، الولد ما عنده هالجو الدراسي، الولد عم بيروح على بيته الدراسة ما في، عم بيروح يا بيكون بيته تحت الأرض، ما في نور، ما في كهرباء، ما في وسائل إيجابية لهالولد إنه يتعلم أو يكفي تعليمه. فبتلاقي أغلبية الولاد بالشوارع، يا مثل ما عم تروح على المدرسة، بقول لك أنا ما قادر أروح على المدرسة، ما عندي جو بالبيت أدرس فيه، كثرة المشاغل، كثرة المشاكل، قلة العمل بالنسبة للرجال كمان كفلسطيني، كمان عم بيواجه صعوبة، هذا كله بنعكس على الطفل. فيعني أغلبية الوقت بتلاقي الطفل منه يعني بجو مهيئ للدراسة، عنده كتير مشاكل، مشاكل أسرية، مشاكل مدرسية. أغلبية الوقت بتلاقي الطفل منه يعني بجو مهيئ للدراسة، عنده كتير مشاكل، مشاكل أسرية، مشاكل مدرسية. بتلاقي إنه هالصبي يعني جو الدراسة وجو البيت وجو الأسرة منه ملائم لطفل في المدرسة. يعني احنا بنطلع بنقول كمركز هوني انه على الله انه نقدر نصلح شوي من هالولاد عنا، من هالولاد اللي عم بتضلها بالشوارع اغلبية الوقت، ما عم بتوفر لها جو دراسي في بيتها، ما في الام كثرة المشاكل اللي عندها ما عم تقدر تساعد ابنها، مع البي قلة العمل وقلة المصاري ومشاكله المادية ومشاكله النفسية عم بتأثر على ابنه. يعني احنا عم نحاول ولو قدر المستطاع زي ما بيقولوا انه نصلح من هالشي هذا، وان شاء الله نقدر يعني على قد ما فينا. وبنتمنى انه من اللي عم يسمعنا انه ينظر بعين الاعتبار لهالاطفال، يعني يتطلع انه مخيم يعني منه بهالكبر، كلها عمارات على بعضها، في بيوتهم بالمخيم ما بتفوتها الشمس، ما بتشوفها، واوقات ما بتشوفها الشمس، اوقات ضو كهرباء ما في، مي صحية ما متوفرة. طب الولد أكيد بده يصير عنده أمراض، بده يصير عنده أزمات نفسية، بده يصير عنده كتير مشاكل. هذا كمان بنأكس كتير على صحته وعلى طريقة معيشته وعلى سلوكه وعلى إدائه مع الناس، على انخراطه بالبيئة، كيف بده يطلع على مجتمع سوي وهالولد عنده كل هالمشاكل. يعني بتصور لو في تحسين بس شوي لوضع هالأطفال، يعني المعيشية، النفسية، تأمين فرص عمل، تأمين حياة، إن شاء الله بأمل من هالشريط إنه يكون ولو إنه فرصة صغيرة لهالناس هاي. نعم.
هنيت. Here in camp, we have many difficulties for the children in school, in their life, and also in their healthy life. They have many difficulties in the school because one school for all the camp. In each class, they have 40 students or 50 students. It's too much for the study, for the children to study or take any information from his teacher. Because one teacher for every class, and this is very, very, very difficult for a student. And also the teacher, when she came to the class, it's a problem with the students to give them the program that she had from Honorwa or from the headmaster of the school to finish it. And also the difficulty with them, their life in the camp, the building, every building here in the camp, beside each other and high in height building, there is no sun rise enter the houses, and also there is no places for the child to play, and this make the healthy of the child so misery, and also the situation of the parents also, when the fathers have no work and no money, mother also nervous, and many problem and many noise, many struggles with themselves, the parents, their problem act on their child. It affect on him, on his situation, on his study, on his health also. And the difficult also that he faces here in the camp, the clinic, one clinic for all the camp, and one doctor for all the camp, and how many Palestinians there in the camp. There are very too much Palestinians here in the camp. They need more than one clinic. They need more one support. They need also more one school for the children. Hello.